بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أما بعد، طبعا أخواني الكرام، الحمد لله الله سبحانه وتعالى وفقنا باش نؤدي فريضة الحج هذه السنة، والله سبحانه وتعالى كرمنا بوحد النعمة وهي خدمة ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام. طبعا هذه الرحلة كي يحلم بها كل مسلم وأمنية كل مؤمن أنه يؤدي هذه الفريضة وركن من أركان الإسلام، ولكن طبعا هذه الرحلة كثير من الأحيان الحجاج، سواء الحجاج ولا احنا كمطوفين اللي كان نرافق الحجاج، كان وجهوا فيها تحديات ومشاكل. ولا شك أنكم سمعتوا القصة ديال هذا العام، القصة ديال سوريف ترافل، يعني تقريبا 185 حاج اللي كان مسجل باش يمشي للحج، والحمد لله يعني تمكن واحد العدد باش يمشي، تقريبا 110 ديال الحجاج اللي مشاو، وانا كانوا تقريبا 60 ديال الحجاج اللي كانوا رافقوني واللي كنت انا المطوف ديالهم واللي كنت قمت بالخدمه ديالهم ميدانيا. الحمد لله قمنا بالتكشيل اللي قدينا عليه، بتوعية الحجاج، بإرشاد الحجاج، حتى بتدريب الحجاج قبل ما يخرجوا من بلجيكا. حاولنا ندربوهم ونعلمهم المناسك ديال الحج، وطبعا الأمور الإدارية والحجوزات ديال الفندق، لا ريزيرفاسيون ديال لي زوتيل ديال لي زافيون، وهذه المسائل كلها لو بوس، لي زاجونس هما اللي ريسبونسابل، هما المسؤولين على هذه المسائل. طبعا المسائل الماديه، المسائل اللي خصها ترتب اداريا، فهما اللي عندهم طبعا لوتوريزاسيون ديال وزاره الحج، عندهم طبعا معترف بهم من طرف وزاره الحج ديال السعوديه. طبعا كاين تقريبا شي 11 ولا 12 ديال لي زاجونس اغري، يعني الوكالات السفر اللي معترف بها من طرف وزاره الحج، ومن ضمنها هذه الشركه. يعني هذه كتعطينا واحد الثقه بان فعلا الامور ديالها مضبوطه. وطبعا التاشيره والفيزا ما تعطى للحج حتى كيكون السكن ديالو مضمون، والمسائل العقود موقعه، وهذه المسائل كلها يعني ملي كنتحصلوا على الفيزا هذا واحد الضمان بالنسبه لنا، لان كنعرفوا بحكم التجربة اللي عندنا راه 27 عام وحنا كنطوفوا الناس الحمد لله، وكنحاولوا نساعدوا الحجاج ديال بلجيكا باش يؤديوا الفريضة ديالهم، لأن هذه المهنة يا إخوان الكرام ماشي سهلة. والحمد لله الحجاج اللي رافقونا الأغلبية كيشوفوا العمل الميداني اللي كنقوموا به. ولكن هذه السنة تفاجئنا، يعني من مشينا وصلنا لمكة، يعني الفندق جراند مكة، يعني الإدارة ولا ريسبسيون والمدير ديال الفندق قالنا ما غدخلوش البيوت ديالكم، لأن حتى يتم دفع المبلغ، يعني حتى الشركة هذه خصها لابد ما تخلص ديك الشيء اللي باقي عليها، يعني واحد المبلغ تقريبا 181,000 ريال سعودي، يعني ربما كيجي شي 35,000 الأورو اللي خصها تدفع. حاولنا نتفاوضوا وكنا في اتصال مع مدراء، يعني المسؤولين ديال هذه الشركه هنا في بروكسل باش نلقاو الحل. للاسف ما لقاونا شي الحل، حتى الحمد لله اتصلنا بالاصدقاء ديالنا والمشايخ والاساتذه بحكم المعرفه ديالنا معاهم، باش تكلمونا مع مول لوتيل وباش خلانا نسكنوا. الحمد لله الامور دازت بخير، الا انه تفاجأنا أن عدد الأسرة كانت 52 سرير، يعني 52 فراش، وإحنا كنا في 60 بينا، وحاولنا نلقاو الحل لتيك 8 ولا 7 اللي كانوا بقاو، ويعني تكرفسوا شوية، وللأسف يعني مساكن يعني من حقهم، ولكن إحنا بذلنا الجهد باش نلقاو لهم الحل. طبعا يا أخوان الكرام 60 و 50 آخرين ديال شركة سوريف ترافل، هذوك مساكن تكرفسوا بمعنى الكلمة، لأن بعض منهم دفعوا مبالغ كبيرة، يعني كاين واحد الكوبل اللي دفع 17,000 أورو، كاين آخرين اللي مشاو لتماك ما لقاوش ديك لوتيل اللي كانت الشركة وعدتهم بها. المهم والأهم
وهو أن المندوب ديال الشركة ضحية بنفسه، هو ضحية مسكين عبد القادر دحميش، يعني طرت مع الشركة وكان مشى ووقع العقود باسم الشركة، وهو المنظم الرسمي والممثل ديال الشركة في السعودية. طبعا احنا تمرمدنا بزاف وتكرفصنا بزاف، ومع وزارة الحج والحجاج هؤلاء مساكن اللي ما لقاوش فين يسكنوا. ف وزارة الحج طبعا كان جا واحد الوفد اخر بحال اللي قلنا 17 واحد، ومن بعد جا 30 واحد، فما لقاوش فين يسكنوا. الوزارة كرات لهم واحد المحل مينيستيري ديال الحج باش يسكنوا فيه، يعني يدوزوا المناسك ديال الحج ديالهم، وهاد المبالغ الشركة هي اللي خصها تدفع. طبعا الشركة ما دفعتش، والوزارة بلغت البوليس الشرطة، والشرطة طبعا خداو الأخ عبد القادر الحميش وحبسوه، وبقى تقريبا 12 يوم ولا 13 يوم ولا جوج سيمانات في الحبس، والآن يعني تلقولوا ولكن ممنوع يغادر البلاد حتى تدفع الشركة هذه المبالغ، تقريبا 70,000 الأورو اللي خص الشركة تدفعها باش الأخ هذا عبد القادر يرجع عند ولادو البلجيكا. والأخ عبد القادر هو منظم، يعني ماشي مول الشركة، ماشي صاحب الشركة. أصحاب الشركة هنايا، أصحاب الشركة ديال سوري في ترافل موجودين في بروكسل ولا الله أعلم فين هما، ما كيتجاوبوش، ما كيتحملوش المسؤولية ديالهم. فهذا نداء للجالية باش يعاونوا ويساعدوا هذا الشخص باش يرجع عند ولاده. للأسف يعني هذا الشيء كيألمنا بزاف، لأن هذه الرحلة الربانية، الرحلة المباركة، الرحلة اللي فيها الأجر العظيم، وهو أن الإنسان كيرجع كيمه ولادته وأمه، أن بعض الناس اللي مشرفين على بعض الوكالات ما كيخافوش الله عز وجل وما كيتحملوش المسؤولية ديالهم. فلذلك يعني احنا الحمد لله بذلنا الجهد باش نخرجوا الأخ من الحبس، واتصلنا بشخصيات وبعض الناس اللي عندهم معارف في وزارة العدل باش يطلقوا الصرح ديالو، ولكن طبعا الناس كتطالب بالحقوق ديالها المالية. فيعني كنشدوا هالشركة باش تأدي تكشيل اللي عليها. للأسف اكتشفنا أن بزاف ديال الفنادق، وكاين بعض الشركات ديال الطوبيس والمواصلات اللي في السعودية اللي طبعا وقع لهم نفس المشكل في السنين الماضية، يعني عاد اكتشفناها هذا العام. وأول سنة باش كننظم أنا الحج مع هذه الشركة، لأن الحمد لله كنت عاونوا مع شركات كثيرة في بروكسل لخدمة حجاج بلجيكا، باش الحجاج ديال بلجيكا يؤديوا المناسك ديالهم على أكمل وجه. والحمد لله الإخوة اللي في الميدان كيعرفونا، والحمد لله كنحاولوا نتعاملوا بهذه المهنة بكل نزاهة وبكل صدق بالجهد اللي اعطانا الله عز وجل، لأن فعلا هذه المهنة ماشي سهلة، خدمة الحجاج ماشي سهلة، ماشي راح صعبة، ولكن الحمد لله بالتوفيق ديال الله سبحانه وتعالى كنحاولوا نبذلوا الجهد ديالنا باش نخدموا الحجاج. فكنشكركم على المتابعة، وكنشكر قناة اميرو 24 على هذا الحوار، ونتمنى لكم التوفيق والسداد وباش تبلغوا الكلمة والخبر الصحيح للكوميونيتي ماروكان باش يعرفوا ديش واقع، لأن احنا مرشدين، احنا كنعاونوا الحجاج باش يديوا المناسك ديالهم، نديهم العرفة، الميناء، المزدلفة، نعطيهم دروس، نفهمهم المناسك ديال الحج. ولكن المسؤول على لي زوتيل، الادمنستراسيون فينانسييلمون، هما لي زاجونس. طبعا الاغلبيه ديال لي زاجونس كيعملوا المجهود ديالهم، ولكن هاد لاجونس هذا تفاجئنا انهم حتى الاتصالات ملي كنتصلوا بهم ملي كنا في الازمه ما كيجاوبوناش. فنسال الله سبحانه وتعالى ياخذ الحق، ونسال الله سبحانه وتعالى يحفظ الحجاج، وسواء الناس اللي غيمشيو في المستقبل ولا يعني يتقبل الحج ديالنا. اهم شيء الحج، طبعا حج فيه شويه ديال التمار، راه الاجداد ديالنا كانوا كيمشيو حدا رجلهم حتى لمكه وبالباخره، وكيبقاو 6 شهور، وربما ما كيودعوا العائله ديالهم بنيه انهم لا يرجعون.
ولكن الحج الحمد لله تيسر يعني، فالآن الأمور ميسرة، ولكن للأسف بعض الناس يعني ما عندهاش الضمير، ما عندهاش القلب باش تتعامل مع هذا المسألة بكل نزاهة وبكل احترام للحجاج. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.